السلام عليكم. ماشي معانا ام اروى من القاهره. السلام عليكم يا ام اروى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه دكتوره هاله، ازي حضرتك؟ الله يسلمك يا حبيبه قلبي، الله يكرمك، اتفضلي. والله اني احبك في الله. احبك الله يا ام اروى، ربنا يبارك فيك يا رب. بصي بالله عليكي، يا ريت الخط ما يتفصلش يعني. حاضر. دلوقتي انا عندي مشكلتين، في مشكله هحتاج حضرتك اكلمك الخاص ضروري يعني. طب يا استاذ احمد الله يكرمك، اكتب لي اسم ام اروى واعمل لي خاص. ماشي، اكتب لي بس ام اروى عشان عندها مشكله. طيب المشكله الثانيه اتفضلي. انا ليا اخت، هي عندها 18 سنه، هي كانت هي مخطوبه. المهم ان احنا ايه كتبنا الكتاب لانه هو على طولك يعني، راح طبعا على خير يعني. المهم هو دلوقتي كان في الاول خالص باين انه ما شاء الله حافظ قران وحاجه يعني ما تتوصفش يعني. فما الكتاب ده، فهم دلوقتي المفروض ايه قدامهم فترة هتجوزوا يعني. تمام. بس اكتشفنا عنه بقى ان هو ايه غشيم قوي يعني، مثلا ايه في المعاملة، ولدرجة انه هو غلط في والدتي. غلط غلط جامد يعني، حاجة يعني ايه ده غلط، ونزل وبعدين ما بيعمل مش عامل اعتبار لوالدي ابدا انه موجود اصلا. بس هو في الاول يعني احنا كنا في الاول اللي قلنا ان احنا بنمسك الكتاب وكده يعني ايه، ان هو كان باين ان هو كويس واهله كويسين وكده. طب ايه المشكله الحاليه يا ابو عمرو؟ المشكله الحاليه ان احنا دلوقتي انا ان هو غلط في والدتي، انا مش احنا مش عارفين نعمل ايه يعني. طب نستمر معاه بقى غلط مثلا يعني الموقف مثلا شتمها زقها اقل يعني غلط ازاي يعني؟ احكي لي الموقف. ايوه يعني مثلا هي دلوقتي كانت بتقول له ايه يا ابني استنى علينا ان احنا مثلا ايه الجواز هيبقى مثلا في شهر 5 لان ما ينفعش، هو عايزه في شهر 2. فقالت له ايه ما ينفعش عشان ايه على ما نجهز وجهزها بحاجه كويسه وكده. تمام. فهو قال لها ايه لا ازاي وما اعرفش ايه وما تنسيش كلامك على الرجاله ومش عارفه ايه، احنا اتفقنا مع الوالد على كذا. فقالت له يا ابني انا دلوقتي مساله الام والاب لان ايه انا زوجي مثال ابويا يعني. فقال لها لا انت شاتمها. قال لها ايه؟ يعني بيقول لها انت مالكيش تمشي كلامك علينا مش عارفه ايه. ايش الشتيمه يا ام اروى؟ يعني هو كده بيوصف الحالة عشان بس احنا نبقى نعرف بنو يعني ما نفتريش على حد. قولي لي شكل الشتيمة ايه؟ انت مشيتي كلامك على الرجالة. هو بيوصف ايه؟ بتقولي ايه حضرتك؟ الشتيمة ايه؟ الشتيمة ان هو بيقول لها انت مالكيش يعني، هي ما هو حكيم زي ده يعني، انت مالكيش تمشي كلامك علينا يعني، فرغتك من عيني، انت يعتبر سقطتي من عيني. كلام زي ده بس كلام يوجع برضه. هو طبعا المفروض يعني بيقول لها يعتبر انت اللي ماشيه كلامك على 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 الحاج يعني مش عارفه ايه. فكلام زي ده، فاصلا ما ينفعش ان كلام زي ده يتقال. طب هي ليه والدتك يا ام اروى، ليه والدتك ما اتصلتش باباكي حتى لو هو مسافر وهو يتصل عليه مثلا؟ ايوه ماشي، ما هو ايوه هو كلمه وبعدين هو دلوقتي قال لهم ايه انتوا انا لو انتوا عايزين ايه انا هاخدها غصب عنكم لو عملتوا اي حاجه. والمشكله ان هو مسيطر عليها سيطره تامه جدا. طبعا مش كتب الكتاب. طيب اسمعيني يا مار، مسيطر عليها سيطرة جامدة جدا. حاضر حاضر هجاوب. شوفي لي حل، انا والله والدتي تعبانة جدا بسبب الموضوع ده. هقول لك بصوا يا جماعة، طبعا زوج مسافر وام متوليه مسؤوليه وكبيره وبنات وجواز بيبقى عبء كبير جدا، بس طبعا في غلطه صغيره حصلت. انا الرجاله اتفقوا وكان الراجل سين وصاد قاعد، ما ينفعش اغير اتفاق ده في العرف على فكره، ما ينفعش اغير اتفاق الا وسين وصاد موجودين. انا كأم انا ما تولاش دفه الحديث، وخصوصا مع الرجاله الشرقيه لما بقول لك يعني دول دماغ واي حاجه انت ايه ايه يا عم بقى هي اللي ماشيه، لا يعني ما فيش
ان انا اعرض بيتي لحاجه زي كده. هي كان الصح دي الغلطه اللي حصلت، ان انا اخلي الرجاله اللي كانت حاضره، والله يا جماعه الامر فيه مرونه شويه، بس ناجل 3 شهور بنستسمحكم، شوف الاسلوب، بنستسمحكم يبقى في كذا، عشان كان طبعا حقك وانت كذا، والمؤمنين عنده شروطين، ولكن احنا فعلا محتاجين بس ايه فتره، لان في شويه حاجات وانا عايزه ادخلها لك احسن حاجه وكذا وكذا، ايه رايك؟ هو له الحق يقبل او يلتزم بالامر. يعني احنا الاتفاق ده ما بيصدق، يعني الرجاله الشباب خلاص كتبت وما صدقت كذا وهتزوج، هستنى لسه كمان 3 شهور، يعني بيبقى الامر محتاج منهم فعلا نفسيه وشويه موافقه. ده جزء. موضوع شتمها بقى، وانا نزلت من نظر ما كانش يصح يقول كده، غلطان، ما يصحش ابدا ابدا. هي في مقام والدتك، الكلامها باحترام وكده، والنسب بصوا زي اللبن، اي حاجه صغيره كده تعكره بيبقى صعب جدا يرجع تاني. وهاخدها؟ لا مش هتاخدها، هتاخدها غصب عنك، مش هتاخدها غصب عنك، ده ما الكلام ما يتقالش. انا ادعوك ان اكيد طبعا نفسيتها يعني زعلانه، بس هي دي الغلطه اللي حصلت وده كان تبعتها. طيب الطرفين غلطهم خلاص، انا الاب بيجي والعم اللي كان موجود او الراجل الكبير التاني اللي كان موجود، ويا ابني كذا كذا كذا، وما كانش يصح كذا، والمفروض ان انت تتاسف على الكلمه دي ما يصحش، والحاجه فعلا ما كانش المفروض هي اللي تتكلم، احنا نقول واحنا بنستسمحك في 3 شهور كمان، بس مش عايزه ادخليها، دخليها، بقول لك دخليها ناقصه، يبقى هي مش اختارت، بتقول لك ماشي كلامها وعامل نفخه، خلاص يا حبيبتي خش يا حبيبتي خش بالحاجه ناقصه، انتوا احرار، انا بعمل لمصلحتكم، انتوا مش خلاص دخليها، ايه المشكله؟ يلا مع السلامه، دام انتوا الاثنين عايزين يلا اشربوا بقى، مع السلامه. لكن لازم في قاعده الكل يتصافى، لان ده نسب وعيله بعد كده، ما ينفعش يبقى النفوس عامله كده. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال، اللهم امين.